بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الاتزان الداخلي للحموضة. طبعا تتم المحافظة عليها جزئيا عن طريق المنظمات، وهي جزيئيات تساعد على استدامة البي اتش في مدى محدود. طبعا النظم البيولوجية تعمل على مدى ضيق جدا البي اتش، والمنظمات هي التي تسبب دوام هذه المدى المحدود من البي اتش عن طريق المنظمات. طبعا عبارة عن كيماويات توجد في الكائن الحي خاصة المياه، والتي تعمل حماية ضد خطورة انخفاض البي اتش. طبعا كيف تعمل هذه المنظمات؟ لو طرحنا هذا السؤال، في كثير من الأحيان تكون المنظمات عبارة عن استدامة انتظام البي اتش عن طريق نزع عيون الايدروجين عند زيادة تركيز، أو إضافة عيون الايدروجين عند نقص تركيزه. وأهم منظم موجود في دم الإنسان والحيوان هو حمض الكربونيك، وحمض الكربونيك يتكون من ثاني أكسيد الكربون، وهو عبارة عن مخلفات إنتاج الطاقة من الخلية. وفي الدم ينفصل حمض الكربونيك إلى كربونات وآيون الهيدروجين. طبعا راح نشرح المعادلة في التالي: H2SO3 تفاعل عكسي، بعدها H موجب زائد HSO3، هذا التفاعل حق انفصال لما يكون في الدم ينفصل حمض الكربونات الكربونيك إلى كربونات وآيون الهيدروجين. أيضا راح نتكلم في أمور كثيرة في الدم، دم الإنسان ودم الحيوان، وفي البحيرات والأنهار حيث يوجد حمض الكربونوك. يتغير هذا التفاعل السابق، يسير في اتجاه اليمين أو اليسار تبعا للتغير في تركيز آيون الإيدروجين H زائد. فإذا أضيف الآيون الإيدروجين للماء فهو يتحد ويسير التفاعل في الشمال، أما إذا نقص تركيز آيون الهيدروجين يتجه التفاعل إلى اليمين. في كلتا الحالتين يظل البي اتش الدم ثابت ولا يتغير، وهنا يحصل التنظيم الذاتي داخل الجسم الحيوان أو الإنسان في المنظمات. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس لاحق.